بيسلم عليك ابو الخضر وقال عاوزك وضروري يشوفك باسرع وقت. عمي خير عمي؟ شو في؟ ما بعرف بس وصاني اقول لك هالكلمتين هو وابو الصلح. عمي ابو الصلح عند منكم؟ يا عمي ابو الصلح صار عنا ونحن اللي خلصناه من ايد الفرنساوي. ايوه لك بري عليكم يا رجال. بقى امتى جاي عمي؟ انتوا هلا وين؟ مطرحنا اللي بتعرفه عمي. عمي اليوم بعد ما تعدى من العين بشوي بكون عند منكم. كتر خيرك عمي ابو عامر. يلا السلام عليكم. او شرب شاي؟ خير مره عمي. لازم نروح لعند الجماعه قبل ما تعدى من العين. شرف. الله معكم. مع السلامه. ايه عمي سلم على معلمك وقول له طلبيه جاهزه. كتر خيرك عمي. الله معك. السلام عليكم. مع السلامه. الله معك. هذه الجريمه يجب ان تتوقف عن المصدر وان يتم توقيف صاحبها. ولماذا؟ لانها تحرض الناس علينا وتصفنا بالجيش الغازي المحتل لسوريا. وماذا تريدهم ان يصفون سيدي؟ فليقولوا اننا جئنا لمساعده الشعب السوري ولسنا بجيش احتلال بل مجرد سلطة انتداب لا أكثر. أنا سأهتم بالأمر سيدي. ومن هو صاحب هذه الجريدة الواقعية؟ توفيق اليازجي وحبيب كحالة. إنها جريدة سوريا الجديدة وسأوقفها إن أردت. لن أوقفها بل سأعاقب صاحبها ومدير تحريرها. السلام عليكم. يا بي يلا يا بي صار وقت الدواء. بسم الله الرحمن الرحيم. يا بي ابو صياح. يا بي يا ابو صياح. يا بي يا بي خطوف رجلك لعنده طمن لي عليه وعلى ابوه ورجاح. يلا مشي. بدك قل له شيء؟ قل له اني عاوزه بدي اياه يجي لعندي. غيره؟ الله معك. يلا السلام عليكم. مع السلامه. لا اله الا الله. شرف معلم عامر. شرف. اهلين اهلين يا ابي. لك شو عم تاكل؟ عمو كداس اشترى لي منظمينه. ايه بس لا تخبز كثير مشان ما عندك. امرك يا ابي. معلم اتركه خليه ياكل. شايفه مبسوط انا. اي والله ضحكته بتسوى الدنيا وما فيها. بخيل الله. لك لو حطيت عقلك براسك كان صار عندك هلا عروه.
كل شيء بوقته حلو معلم، كل شيء بوقته حلو. شبكي درتي؟ شبكي عم تتنهدي كل تنهيده بالدواب الحديد؟ والله الحكي اللي قلتي لي اياه امبارح قلب لي اعلاتي وما عم بيخليني اعرف فكر. انا حكيها؟ الحكي اللي قلتي لي اياه عن جوزي الله يرحمه وابني اللي مات. ايه وشو طلع معك درتي؟ مزبوط كلامك، انا كنت متجوزه وجوزي لما مات كنت حبلانه وولدت وكمان مات الولد. يعني انا بجيب اولاد مو ما بجيب؟ ليش لما تجوزت ابو عامر بطلت جيب اولاد؟ انه انا هذا الشيء اللي بدي اياكي تتوعي له. انا لازم اتاكد من هالشغله. كيف يا مطيعه كيف؟ فوزيه شو عم تساوي هون؟ ولا شيء شهيره خانم ولا شيء، بس كنت عم اقول لحالي انه بلكي بنشطف ارض ديار، يعني بيجي ابن عمي بلاقي رتبه. انت وشو عاده ما بدا؟ شو فيها شهيره خانم؟ يعني قلت لحالي بتساعد انا ودرايري شوي. ايه اشطفي الله يعطيكي العافية. ايه بس مو هلأ، منشطف قبل ما يجي ابن عمي من شغله بشوي. ماشي اشطفوا ايمتى ما بتكون. ابصر هالسهيانة شو عم تخطط لضرايرها، اكيد ناوي على شي عملة، لانه هي ما بتحب الخير لحدا غير لحالها وبس. السلام عليكم يا مختار. وعليكم السلام، اهلين مراتي. هلا عن جد ومن كل عال وغازي افندي جاي يفتش بيوت الحاره؟ العمى هذا ابن الحاره وعم يقول هيك لا عتب على الغريب. ابو راتي، غازي افندي جايته اوامر من السرايا، يعني مو بايده. بلا سرايا بلا بطيخ مبسمه، شلون جاي يفتش بيوت الحاره؟ ما بقى الا غير يفتش الحريم. اعوذ بالله أعوذ بالله يا أبراتي. بعدين وينها؟ لا تاكل هم، غازي أفندي رح يدبرها هو من عنده، يعني بيكتب تقرير إنه هو فتش كل بيوت العراق وخلصنا. والله أنا شايف لك يا مختار هالفرنساوي ما رح يجيب على خير، يعني ما خلصنا من الدرك قام طلع لنا الفرنساوي. يا سيدي كله احتلال، ما في حدا أحسن من حدا، كلياتهم ألعم من بعضهم. إيه الله يفرج على البلد، الله يفرج على البلد. آمين يا رب العالمين. بس وينك؟ إلا ما يجي يوم يطلع الفرنساوي من أرضنا. إمتى يا مختار؟ إمتى؟ الله كريم يا براتي، الأرض ما بيحررها غير أهلها وناسها. والله مزبوط يا مختار، الأرض ما بيرجعها إلا أصحابها. لك الله يجعل مزواك السنة يا حا الفاتحة يا شباب. سيارة سيارة علي الصبح، وانا كان لازم اوصل بكير لانه كان عندي محاضره ضروريه. اذا هيك سامحتك هالمره. دخيله اللي قلبه كبير. مرحبا. اهلين اخي. اهلين فيبرني، تفضل تفضل عود. الله يخليكي، انت كيفك؟ الحمد لله كثر خير الله. كيفك مظهر بيك؟ الحمد لله ماشي الحال. انت كيفك انسي ورده؟ الحمد لله. ورده نطلع نكمل القعده بغرفتنا؟ ايه خلينا نقوم. لا لا خليكن انتو، خليكن انا فوت على غرفتي، ما بدي ضايقكم بعدكم. لا نحن ما بدنا نضايقك، بعدين في شغل بيني وبين فهمي. شغل شو؟ دراسة. ايوه معلش تقبرني، اتركن على راحتهم. ايه امرك امي. يلا تقومي وردي.
ايه امي طمني، رحت على الارض؟ هي جايتي امي. ايه وشو اخبار الارض وهدول الفلاحين؟ يعني ماشي الحال. قوم امي غير ثيابك لبين ما جهز لك الاكل، اكيد جاي جوعان. لا لا امي لا، لا تعزبي حالك، تغديت هنيك. شلون يعني؟ يعني تغديت بالارض. مع مين؟ شو مع مين امي؟ لحالي. ايوه فكرتك اكلت مع شي فلاح من فلاحين الارض تبعنا. لا تفكري هيك يا مون، ابنك مانو صغير يعمل هيك قصه. بعرف امي بعرف، بعرف انك كبير وابن كبير ولا يمكن انك تعملها ولا بفكر اعملها اصلا. شري يا كداس. مر معلم. انا رايح على البيت وصل عامر وعندي مشوار برات الحاره. اذا بدك انا بوصله لعامر وانت كسر على مشوار. لا 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 انا بدي اوصل شوف العيله كمان. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام والاكرام. خلينا ناخذ بوسه من الوش الحلو. الله لا يحرمني. الله يعزك. يلا يعطيكم العافيه. هلا معلم الله معك مع السلامه. هلا ابو عامر بلش خبي علي وين عم بيروح وين عم بيجي شو عم بيساوي. لازم لاقي طريقه اعرف فيها كل شيء عنه. يلا انت وياه. يلا ابن عمي يعني ضروري هالمشوار بهالليل وما فيني اجله. طيب أنا كيف بدي أحكي معك بموضوع؟ بعدين مو هلا. إيه مثل ما بدك تقبرني مثل ما بدك. يمكن يطول مشواري ليغلى قلبك. الله يحميك ويكون معك يا رب. آمين يا رب. ما بدي وصيكي، بدي ري بالك على الولد وعلى أختي. يو بعيوني التنتين ما تاكلها. دعيلي. الله ييسر لك ويعمي عنك ويبعد عنك ولاد الحرام يا حق. إن للمتقين مفازا وكواعب أترابا وكأسا دهاقا لا يسمعون فيها لغوا ولا كذابا. السلام عليكم. السلام. فاتحة يا اخوان، فاتحة على روحكم. جزاء من ربك عطاء. حصلت عليك يا أبي رحمة الله عليك. رب السماوات والأرض وما بينهما الرحمن. يا مو يا مو يا مو شو بك تقبلني؟ كفني كفني يا حق. لا يا مو لا 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 شو الصبي؟ ايه مرت عمي؟ شو شو عامل جيله؟ والله ما عامل له شيء بس يمكن مقبوض شوي. هاتي له شو هاتي ما بسكت الا مع ستو. هاتي تعي يا عمري تعي يا عمري يا عمري يا عمري انت بعد الشر يا عمي. ما تشوفي شر هلا لا تدخلي بيني وبينه بقول بده يقبلني ويكفلني. روحي اعملي له يانس من قوام. تعي يا تعي مرت عمي هلا يا عمي انت شلون بتتجرأ وبتوقفني بالحارة قدام كل العالم لتحكي معي؟ طيب شو ساوي لك؟ بدي احكي معك وما عم بقدر. ايه اذا هيك قول على السريع شو بدك؟ أنا طاير عقلي فيكي والله والله. كل ما بتمري بالحارة بتكركب مدري شو بيصير لي ما بعرف. وأنا شو أفهم من هالكلام؟ أنا بدي إياكي وبدي أتجوزك بس ماني قدران أقول شي لحتى أعرف موافقتك. إيه أنا لساتني عم بدرس وبعدين في عندي أهل يعني عيب تطلبني بالطريق. أفهم منك
انك موافقة تتجوزيني؟ شو بك صبري؟ عيب تسألني هيك سؤال؟ والله انا عم بسألك قبل ما ابعت امي لتخطبك من اهلك. وانا ما عندي جواب هلا. يلا بخاطرك بدي روح على المعهد لاني تاخرت. تكي 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 فهميه، يعني هلا انا بقدر اشوفك اليوم؟ ما بعرف بخاطرك. فهميه طولي بالي فهميه. لك انا كم مره قلت لك الولد ما بينترك كثير ليتغير له؟ ما صار لي شيء مغيرت له. ليكو كان مغرق تحته مي. مرت عمي بجوز بعد ما غيرت له. إيه شكلك من الصبح مانك مغيرتي له. لك يا بنتي هذا الطفل والطفل ما بينترك. انا لازم اعمل كل شيء بايدي. اعوذ بالله مرت عمي. اي بس والله انا خلص من هلا ورايح انا بغير له بايدي. مثل ما بدك مرت عمي. اي بس انا مالي مقصره منه. باين. انت غير كل شباب الحارة يا صبري. شو هالجرأة اللي عندك لحتى توقفني بالطريق؟ ضلي قاعدة هيك وعقلاتك مو معك؟ أنا عم راجع الدرس بفكري. قلتي لي بفكرك. طيب شو رأيك تقومي تساوي فنجان قهوة منشان صحصح شوي؟ إيه والله، يعني هو بدك الصراحة صار بده فنجان قهوة. رح أعمل إلي وإلك. الله وضعها مو عاجبني هالبنت. أبصر شو بقى. الله ييسر أمورك ويبعث لك نصيبك، بس أهم شيء مو من هاي الحارة. تعرفي حميدة؟ إيه مرت حميدة. غازي الله يسلمه يقبر قلبي عم بيذكرني بزغرة بشير. الخالق الناطق هو أبدا كأنه عاطس وعطس. إيه لكن مرت حميدة الولد بيطلع لأبوه. يعني هو غرقان فيكي لك حميدة. ربي يخليلي اياه يا حق. سبحان الله ابن الحلال عن ذكره بيبان. هي اجى ابن عمي. اهلين تقبرني. اهلين يا مو. اهلين. كيفك يا مو؟ شو اخبارك؟ اهلين يا مو. كيفك؟ اهلين تاج راسي. شو وينه؟ لا تقولي نايم. اي والله نام تقبرني. لك ما قلت لك لما تنامي عم بشتاق له. والله يا تقبرني نام على ايد ستو. اصلا اليوم ما نزل من على ايدك. اي لك ما في اغلى من الولد الا ولد الولد. يا تقبرني. الله خلينا اياك يا ست الكل. يا عمري انت تقبرني. اهلين يا عمي. زنور يا عمي. اهلين عمي. اهلين. يلا. شوفوا ابي كان عندنا اليوم بالسرايا وقابل جناب الكومندان. ايه شو يعني؟ في سجين هربان من الفرنساوي، وهذا السجين مجرم خطير كتير. ولي على قامتي، يعني أبوك هو المسؤول عن هالسجين؟ لا يا مولا، بس الكومندان بده إياه من تحت طقطي الأرض، وهذا السجين ساكن عنا بالحارة. يو عنا بالحارة؟ إيه أبو الصلح ما غيره. ولي هذا معروف عنه إنه من قطاعين الطرق. هذا كلام مزبوط يا مو، والمشكلة إنه الكومندان كلف أبي شخصياً بإلقاء القبض عليه. وإلا شو؟ قول لك يا مو، قول. بيزعل منه.
ما شاء الله ما شاء الله ما شاء الله. اللهم صل على النبي، اللهم صل على النبي. الله يجعله من الصالحين والمرضيين لإلكم إن شاء الله. الحمد لله رب العالمين اللي غمرنا بكرمه. إن شاء الله بيرضى بعزة أبي، وإن شاء الله بتشوف أولاده أولاده يا أب جميل. الله يجبر بخاطرك يا أبو صافي، والحمد لله اللي الله أطعمهم بالأولاد بعد جوازة 5 سنين. لا 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 يا أب جميل، بزعل منك. رب العالمين قال ولا تقنطوا من رحمة الله. صدق الله العظيم، صدق الله العظيم. إن شاء الله يا رب، إن شاء الله يرضى بعزك لك يا أبي. الله يجبر بخاطرك يا عمي أبو صافي ويديمك فوق راسنا. أعطيني يا أبي. مبروك يا أبي، مبروك. الله يبارك فيك. هاتي يا مو، هاتي. تفضلي يا مو. من عيوني اشكل أسئلة مرفوع مر عمري. تكفن قلبي بهالخلقة، تقبل روح يا بك تقبل عيوني. صلي على النبي واكلي الله يا أم صافي. اللهم صلي على النبي، اللهم صلي على النبي. يا عم البنت حبيبي كان بعمر وقت سرقوا لي اياه، سرقوا لي اياه يا امي يا ابي جميل. ان شاء الله ربي بيسرق للنور عيونه اللي سرقوه. الهي ما بيتهنوا يا رب. ان شاء الله بتلتقي فيه والله بيجمعك فيه يا ام صافي يا رب. الله كريم يا امو، باذن الله بترجعي بتشوفي اخي. الله كريم، الله كريم. مشان الله ما تواخذوني يا ام جميل، عكرت عليكم بس مو بايدي يا ام جميل. قلبي محروق، قلبي محروق عليك. وحدي الله يا اختي ام صافي، وحدي الله. الا الله ما يناولك مرادك باذنه تعالى. لا اله الا الله. بالروح الله يرحمك يا عمي ام صيحه. الله يرحمك ويحسن. الله يرحمنا كلنا اخي، وراح لعند ربه. الله يرحمه دنيا اخره، كل الناس بتحبه. ايوه مساوي لنا كاستين شاي، تحرك لشوف. على راسي على راسي عمي ابو مرعي، تكرم عينا. شو صياح؟ انت زعلان على موتة اخي؟ وانت شو رايك عمي؟ وقال لك أخي قبل ما يموت مين أنت؟ ما جاوبتني سياح؟ قال لك ولا ما قال لك؟ قال لي كثير منيح، يعني قال لك مين أنت؟ إيه نعم. شو مستني؟ ما تقوم تفرجينا عرض كتافك وتمشي من هون؟ بدك تطلعني من بيت أخوك يا أبو مرعي؟ شو لكان؟ انت ما بيحق لك ترد شي من مالكاناته، لانك واحد غريب وما حدا بيرده غيري انا. مظبوط كلامك، انت اخوه ابن امه وابوه، بس انا انت مو ابنه ولا هو ابوك. والله اعلم مين من اهلك. باوينك سياح، وانصحك نصيحه، اترك مالكانات اخي وروح عيش حياتك برا. هون مالك عنا شي، من يوم رايح ما عاد بدي اشوف وشك هون. لك ما بكفي اخي رباك وسواك طول الحورة؟ اي والله ابي الله يرحمه ويفضل عليه. لك لا تقول ابوك، ماله ابوك. لا عمي، هذا ابي. ابوك اللي رباك، بس انت مالك من صلبه. باوينك سياح، روح شوف حياتك برات مالكانات اخي، وترك هالقرنه هون وفرقنا بريحه طيبه. اسمع مرعي، أنا ما رح أترك شيء، ورح أضل بقلب مالكانات أبي.
انت فاهم؟ لك انت شو لك ليه؟ انت اللي شو لك؟ لك انا لك كل شيء ومن هلا بدك تفرقني؟ انت واحد غريب. ايه حاجة تتنطوط بقى وتطول وتقصر. اخوك ابو صياح الله يرحمه قبل ما يموت كتب لي البيت والمالكانات والبهايم باسمي والحجة معي. لك هذا الكلام مو صحيح. انا من يومين سألته وقال لي رح يسجل لي كل شيء باسمي. ايه هاي ابو صفوان الدلال عندك روح اسأله. اكيد انت ضحكان عليه لحتى مسجل لك كل شيء. قلت لك هاي ابو صفوان الدلال بيناتنا روح اسأله. ليك انا عم اتحملك بس كرمال المرحوم اخوك. هيك لك شو علي يا صياح؟ انا بعرف كيف رجع حقي بايدي. اعمل ما بدالك عمي، واذا لك عنا حق تاخده. شو علي؟ انا فرجيك يا صياح، انا فرجيك شلون باخذ حقي منك. شو ما بدك تشرب شاي؟ لا ما بدي اشرب بطيخ. روح اشربها انت بهذا الغريب. شباب مرعي طالعك ما سمعت شو عم يحكي؟ بلا سمعت، سمعت كل شيء وبعرف عنك كل شيء صياح. تعرف انه انا مالي ابن ابي؟ اي بعرف، ومن زمان كتير انه انت مانك ابنه لاب صياح. ومين اللي قال لك نايم؟ امي، امي الله يرحمها قالت لي ووصتني اني ما اقول لك. وراح تتركني لك نايف؟ لهلك صياح عليم الله عندي اياك مثل اخي بين امي وابي، وما بتركك حتى موت. يشهد علي ربي يا نايف انك اعز من اخي. عم بقلبكن العمى هلأ حليلكن تفتحوا سيرة الحبل والولادة؟ بدكن تسرقوا العز تبعي من جوزي مو هيك؟ إيه ما فشرت عيونكن وعيون أهليكن وعيون اللي جابوكن كمان؟ مطيعة دبارة عندي بس كاملة. بعد ما كانت خاتم بإصبعي شو صار لها؟ شو صار له؟ لازم لاقي له تقليعة من البيت لأنه بلشت تنكش عالشدة ببير علي. لازم ألاقيها كاملة من البيت لازم. تفضل دكتور. شبك يا ابن عمي؟ ليش هيك مهموم كأنك حامل هموم الدنيا كلها فوق كتافك؟ يا شوكولاتة لك أخ يا سعاد، اللي بدل بتجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. لك ريت الآه بقلبي ولا بقلبك يا ابن عمي. قلي تقبلني، قلي فشلي خلقك. والله يا سعاد ايام ولا جوزك بهالكركون صارت معدوده. خلاص انا تعبت. ولي على قلبي عليك يا ابن عمي. هلا كل هالشيء مشان السجين اللي هرب؟ بعدين انت شو دخلك؟ انت اللي هربته من السجن ابن عمي؟ لا بس السجين ساكن عندنا هون بالحاره، والكومندان طلب مني انا شخصيا اني القي القبض عليه. ايه خلص ابن عمي قبض عليه. انت اللي عليك تعمل واجبك. بعدين هذا واحد ازعر من قطعين الطرق وما حدا بيزعل منك اذا مسكته. ليش انا قادر امسكه وما مسكته؟ اتصور الكومندان طلب مني اني فتش بيوت الحاره بيت بيت. شو تفتش بيوت الحاره؟ ايه وكان هذا الشيء رح يعمل لي فلفله. بس الفرنساوي ما بيهمه ان زعلوا اهل حارتي مني ولا ما زعلوش، ما بيهمه. وانت شو عملت ابن عمي؟ شو عملت؟ كتبت تقرير عرض فيه انه احنا فتشنا بيوت الحارة وما شفنا السجين، مع انه هو هربان من الحارة من فترة ما موجود فيها. منيح بس الكومندان هددني وقال لي اذا ما بتلقي القبض على ابو الصلاح بدنا نجيب واحد بدالك على الكركون هو اللي يتولى القضية.
يعني ممكن يقلعوني من الكراكون ويسرحوني نهائيا من وظيفتي يا سعاد. الله لا يوفقهم ولا يوجه لهم الخير. يا عقيل الزعيم ابو عامر وصل. السلام عليكم. وعليكم السلام. اهلين اهلين يا ميت. اهلين يا سهلين. شو هاد يا ابو الصلاه؟ اهلين الحمد لله على السلامه. الله يسلمك يا كبير. الله يسلمك. والله فرحتنا اقسم بذات الله يا ميت. كيف كان الطريق؟ الحمد لله ميسر. تفضل تفضل عزام. ورا عقيل جهزونا العشاء صار. يا الله طمنونا كيف الوضع عندكم؟ شي بسر وشي ما بسر. الشيء اللي بسر انه رجال عددهم عم يزيد كتير. ايوه الحمد لله هي نعمه من رب العالمين. بس رجال بدهم سلاح وبدون سلاح ما راح نقدر نستفيد منه. معك حق يا ابو خضر. انا كمان بدي اسمي كمطات سلاح لرجالي بالحاره لانه الفرنساويه بلشوا يفوتوا ويطلعوا على حارات الشام. اكيد ضروري يكون بين ايدين رجال الحاره سلاح. وسلاح بده مصاري يا ابو عامر. اخي اللي بترتب علي انا جاهز. مالي والبواكيه تحت امركم. الله محيي اصلك يا ابو عامر. انت من يوم يومك مقصه ومغرقنا بافضالك وكرمك انت ورجال حارتك. لا يا ابو خضر استغفر الله. انتوا رجال البلد والقبضايات اللي عم تحمونا. من واجبنا نسندكم وندعمكم بالمال وبالروح. من شان هيك انا بعتت وراك يا ابو عامر. شنو المصاري موجودين بس بدنا نعرف شلون بدنا نطالعهم من قرنتهم. موجودين وبدك تطالعهم من قرنتهم؟ والله ما فهمت عليك. من بعد ما فسد علي هذا الأجدب لأبو عامر مشان قصة أبو صخر أبو عامر ما عاد سر لي ولا سر من أسراره. بس لو نعرفه مين هو يا بنتاز. بس رح أعرفه بس لازم أبو عامر بالأول يرجع يأمن لي. لازم يحكي لي كل شيء عن مشاويره وعن شغله لك. حتى شو عم يفكر بمخه لازم يقول لي. انت ضرب راسك ها؟ هذا شو بده يرجع يأمن له؟ لازم نورجي الناس انه نحن مو غرض خنايق ولا مشاكل ولا زعرني. يعني قصدك كل شيء انت حكيته رح نعمله على المخفي؟ عفارم علي هذا هو غرضنا الاولاني. وبعدين شو؟ اه بعدين شو؟ بعدين لك الحادث حديث. اهم شيء يا ابو الصلاح اليوزباشي وين مخبي ذهباته؟ بالكراكون بالسجن. شو بالكراكون؟ ايه بالكراكون. شنو هو كان رئيسه؟ يخرب بيته على العملة. مشان هيك يا ابو عامر بدنا واحد نثق فيه يفوت على السجن ويتاكدنا من الكلام يلي قال لي اياه شكري يا فندي. هلا ايش كان طلع الكلام مزبوط؟ كيف بدنا نطلع الذهب من الكراكون؟ المهم نتاكد بالاول ونحن الا ما نلاقي طريقه لحتى نطالع الذهب من سجن الكراكون. يعني بدنا واحد موثوق من طرفك يا ابو عامر. لا تهكلم ابو صلاح. في شاب اشتغل عندي بالبوايكيه ممكن يؤدي هالمهمه. وبتثق فيك بيه؟ كثير. هذا بيعمل اللي بدي اياه من تمساكت واذا انلقط وعذبوا 100 واحد ما بينطق بحرف. يا عين عليك كثير منيح. شنو هي الكميه من الذهب ما لازم حدا يعرف فيها لانه اذا انعرف السر بيقوموا جماعه الكراكون بيطالعوا الذهب بيعطوه للسرايا وهيك بيصير ملك الفرنساوي. معك حق ابو الصلاح من هالناحيه هي عندي. ما دام عندك انا بطمن. طيب انا اللي بدي افهمه هلا اذا دخلنا الولد على سجن الكراكون شو العلامه اللي بدي نقول له عليها اول ما تقول الذهب؟ انت شو بدك من بياع الحليب لتسال عنه؟ انا بعتني لعنده عمي ابو عامر مشان اطمن عليه شنو صار له كذا يوم من بيع الحاره. طب وليش معلمك ابو عامر ليسال عن بياع حليب غريب عن الحاره ويقلق عليه؟ صياح زلمه ادمي وكل الحاره بتحبه وبتحترمه وبتامن له يا ابو جواد. والله معك حق صياح ادمي وذكرت وبيتامن على الروح. الله يرحم ابوه على هالتربايه ربالة صياح. امين عمي. يلا غريب قوم روح على بيتكم. عيني بيت هذا عمي ابو جواد. قصدي على البواكيه تبع ابو عامر لانه تاخر الوقت وانا بخاف عليك. قوم عمي قوم. مش عمي يلا. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة السلام. الله وبركاته. لا تهكلم أبو الصلاح. أبو خضر الشيء اللي اتفقنا عليه أنا بتولى بذات نفسي. يومين ثلاثة بخبرك شو بيصير معي. أهم شيء بهالفترة أبو الصلاح ما يجي على الحارة.
فهمت عليك يا كبير، ما راح اشي. يلا السلام عليكم. الله معك، دير بالك على حالك. ان شاء الله معك. عميك. امان الله. ابو صلاح، ما دام ابو عامر حط ايده بالموضوع لازم نطمن. فريال هي شقفه قماش اشتهيت لك اياها. سلم ضيافتك ابن عمي. الله يسلم الدين يا صلاح، ليش معذب حالك؟ والله ما كان في داعي، الحمد لله صار عندها لبس كتير. شو هالحكي عمي؟ فريال تستاهل اكثر من هيك، ولو يطلع بايدي بجيب القماش الدنيا كله ما بقصير. الله يخلي لي اياك ويديمك فوق راسي ابن عمي. محمود يا بي، رجال معدن وقبضاي، نشمي وابن عالم وناس اصله بيعرف الاصول، معدن وذهب. مشان هيك الله يرضى عليك، بدي منك تديري بالك عليه كويس. نحن من بعدك عمي. ما قلت لي سهري؟ وين بدنا نحدد موعد العرس؟ انا ما تفرق معي عمي، انت شو بدك نحن منساوي؟ انا برايي ما بدي وقفه، امتى ما كان الجهاز جاهز بنحدد يوم العرس. وانا بامرك عمي. انا حلها لاختك، جهز لك جهازك مش هيخلص بسرعه. ما بتأمر يا بي. الله يتمم على خير صغري. حياتك عمي. تخيلت انه واحد مثل ابو صخر برجوليته وعصبيته يكون عنده بنت حلوه برقتك وجمالك. انا امي دعيت لي لانه الله اكرمني فيكي. انا كمان ابن عمي. تسلم لي هالكلمه شو طالعه من دمك حلوه. الله أكبر الله أكبر. شآم طيف أحلامي وإشراق أيامي، هي اللحن الذي أقوى تجلت فيه أنغامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد بهيامي، فعطر الشام يحييني أداوي فيه آلامي. وإن الله وإشراق
الحسن الذي أهوى تجلت فيه أندامي بحب قد غزا قلبي وشوقي زاد.